وازيكم يا احلى اصحاب، ورجعنا بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيبقى عن 3 اسرار تقدر تعملها عن طريق زر الرفع وخفض الصوت، فشوف الفيديو للاخر لان الفيديو هيعجبك جدا. وبتمنى يا احلى ناس قبل ما نبدا الفيديو تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس، واهم حاجه تكتب لي تعليق حلو على ذوقك، بقرا كل الكومنتات وبعمل عليها قلوب. وبشكركم من كل قلبي على تعليقات كل الجنن من مهند زينهم وبين بهان محمد ومستر اك واحمد عوض محمد ووفاء ابراهيم وزكريا المقنع ياسمين ياسمين وتانجو علي ومهدي. وبعتذر جدا يا شباب لو ما جبتش كل الكومنتات، تعليقات كانت كتيره جدا. ونبدا باول سر او باول تطبيق، وهو تطبيق كينو. والتطبيق ده يا شباب عباره عن تطبيق ملاحظه تقدر تكتب فيه ملاحظاتك، بس ما حدش يقدر يتوقع انك تقدر تقفل من خلاله الهاتف الخاص بيك والتطبيقات عن طريق ازرار رفع وخفض الصوت. فكل علينا يا شباب بنفتح التطبيق بالشكل ده، وبعدين نسحب الشاشه، وبعدين نضغط هنا يا شباب، وهنا بيقول لنا يا شباب اختار عدد الضغطات اللي انت عايز تقفل بها الهاتف او التطبيقات من خلال ازرار رفع وخفض الصوت. فهنختار مثلا يا شباب 4 ضغطات، وليكن الاربع ضغطات دول يا شباب 3 فوق 1 2 3 و1 تحت. هيقول لك عيده تاني 3 فوق و1 تحت. ممكن نخليه 5 ضغطات ونخليهم مثلا 2 فوق 3 تحت بالطريقه اللي احنا عايزينها. هنا بيقول لك اختار سؤال امان تقدر تختاره في حاله لو انت نسيت الباسورد اللي احنا عملناه من شويه، وليكن اي حاجه عشان الفيديو. وبعدين نضغط هنا. بعدين يا شباب زي ما احنا شايفين التطبيق هيبقى تطبيق ملاحظه، بس بمجرد ان احنا نضغط الباسورد اللي عملناه من شويه 1 2 3 و1 لتحت، هيفتح لنا الواجهه دي هنقدر من خلالها احنا نقفل التطبيقات واي حاجه احنا عايزينها من خلال ازرار رفع وخفض الصوت. فكل علينا بنفعل الخيار ده ونديله صلاحيه من هنا ونعلم على التطبيق يا شباب. دلوقتي نختار التطبيقات اللي احنا عايزين نقفلها، وليكن تطبيق اليوتيوب وتطبيق الماسنجر. ونجرب دلوقتي يا شباب اللي احنا نفتح اي تطبيق من التطبيقات اللي احنا قفلناها، وليكن تطبيق اليوتيوب. فزي ما احنا شايفين يا شباب كل اللي هيفتح التطبيق هيفتكر التطبيق بايظ او مش شغال، بس بمجرد اللي احنا هندخل الباسورد اللي عملناه من شويه هيفتح التطبيق معانا بالشكل ده 1 2 3 1 لتحت. فهيفتح التطبيق بطريقه سهله وبسيطه. فرابط تحميل اول تطبيق هسيبه لكم في وصف الفيديو تحت. ونروح لتاني سر او تاني تطبيق، وهو تطبيق جميل جدا بيديك ميزه جميله تقدر تعملها من خلال ازرار الرفع وخفض الصوت. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، بعدين بيظهر لنا بالواجهه دي، كلنا بنضغط موافق، وبعدين نفعل الخدمه من هنا عرض الاعدادات ونديله صلاحيه الوصول من هنا، بعدين نعلم هنا تاني، وبعدين نضغط على علامه الزائد. وبعدين يا شباب نختار التطبيقات اللي احنا عايزين التطبيق ده يشتغل عليها، وليكن تطبيق الواتساب واي تطبيق تاني احنا عايزينه، وبعدين نضغط موافق. وبعدين يا شباب ندخل على تطبيق الواتساب ونجرب دلوقتي يا شباب اللي احنا نكتب اي جمله، ولو كتبنا اي حرف غلط وايدينا ما بتوصلش للحرف الغلط ده كل علينا ان احنا بنحرك اسهم رفع وخفض الصوت عشان نوصل للحرف الغلط ونقدر نمسحه بسهوله. ونروح لتالت تطبيق او تالت سر معانا، وهو تطبيق بوتون ميبر. التطبيق ده جميل جدا بيقدر يغير لك وظائف ازرار رفع وخفض الصوت والوظائف دي كلها بطريقه سهله وبسيطه. كل علينا بنسحب الشاشه بالشكل ده، وبعدين نديله صلاحيه الوصول من هنا ونضغط هنا، بعدين نديله صلاحيه الوصول. وبعدين كل علينا دلوقتي يا شباب بنختار ازرار الصوت، وبعدين نفعل الخيار ده. فدلوقتي يا شباب اول خيار اللي هو نقره واحده بنسيبه زي ما هو، اللي هو لو ضغطنا مره واحده على زر رفع الصوت هيعلم مستوى الصوت، ولو ضغطنا مرتين متتاليين ممكن نخليه يكشف الموبايل او اللي هو ينزل شريط الاشعارات، وليكن نخليها يشغل مصباح الهاتف. دلوقتي يا شباب هنجرب ان احنا نضغط ضغطتين متتاليين نشوف هيشغل مصباح الهاتف ولا لا. فزي ما احنا شايفين يا شباب مصباح الهاتف اشتغل بمجرد ان احنا عدلنا في الامر بتاعه. فتطبيق اكتر مره نقدر نغير في ازرار الهاتف بالكامل للوظائف اللي احنا عايزينها. هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. فبتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعموني بزر اللايك واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، واهم حاجه تكتبوا لي تعليق حلو على ذوقكم، بقرا كل الكومنتات وبعمل عليها قلوب. ولو واجهتك مشكله وعندكم استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جاي. والسلام عليكم.